أهلا وسهلا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي في البداية أن أهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي قاد بلدنا إلى بر الأمان وتقدمت به الدولة تقدما ملحوظا لم نعهده قبل ذلك. الحمد لله، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهو موصول بما كان، موصول بما كان قبل ذلك من هذه الوقفة الشجاعة من الشعب المصري كله، الذي نرسل له أيضا الآن برقية تهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. هذا يوم فخر للمصريين جميعا، لأنهم أولا حققوا فيه الذات المصرية، حققوا فيه الانتصار الحقيقي الذي أعطانا القوة والدفعة إلى الأمام لكي نبني ولكي نحارب الآن مجموعات الإرهاب التي تنتشر هنا وهنا دفاعا عن بلدنا ودفاعا عن فكرنا ودفاعا عن ديننا ودفاعا عن الفهم الصحيح لديننا، لأن الفهم الصحيح لديننا شوه وتعرض لكثير من المواقف الحرجة واختطف في كثير من الأوقات. ولذلك اليوم ونحن نحارب هذا الإرهاب بالسلاح، ينبغي وهو كذلك موجود أن يحارب أيضا بالقلم بالفكر، لأن هذه المجموعات تتبنى فكرا منغلقا وفكرا متطرفا وفكرا بعيدا عن صحيح الدين، فينبغي أن ننبري نحن جميعا وأن نقف وقفة شجاعة لكي ندفع هذا الفكر المتطرف ونقي أنفسنا ونقي شبابنا وبناتنا من أثر هذه الأفكار التي يقول بها هؤلاء. الحلقات كلها موصولة ببعضها، لا يمكن أن تفصل هذا الكفاح وهذا النضال في كل ميادين الحياة المصرية عن هذه اللحظة التي كبر فيها الجندي المصري في لحظة من لحظات الرقي الإيماني، في لحظة من لحظات سمو النفس مع الصوم، فتعانقت العبادة مع هذه العبادة، مع الجهاد الحقيقي الذي خاضه الجيش المصري في 73 أو في العاشر من رمضان. لا يمكن أن تفصل هذه اللحظة النورانية التي يقتحم فيها الجنود وبشجاعة لا نظير لها، لكنهم يعلمون تماما أن النصر من عند الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، بأسلوب الحصر كأنهم يقولون